حالة لمسات لليوم بالرغم من التغيرات اللي شهدت عليها وشهدتها مدينة بيروت، ما فقدت دورة الريادة بالمنطقة. من صور وثق المصور جان بيير واتشي بتظهر ثلاث مراحل من تاريخ المدينة، الماضي بيلبس حلة جديدة. معرض بيروت ارت فير السنوي واكثر من 40 صالة عرض محلية وعالمية. بيروت ارت فير للسنة الخامسة وصار عندها مركزها بالموقع اللبناني والعالمي. كولونيل بير اسم يضاف على لائحة المنتجات اللبنانية الواعدة. لأنه واحد وقتها بيحلم كثير ما بيعود في شيء في واحد يوقفه. فيلا باراديزو منزل قديم ما فقد قيمته وجماليته بشكل عن جديد، منصة للفن. هيدا المكان عم يعطي كتير للأعمال والأعمال عم تعطي كتير للمكان. لمزيج شرقي غربي وأسلوب رائد مع عيوننا سابا. حلقة جديدة ومنوعة من لمسات، تابعونا. كولونيل بير ماركة جديدة بتنضم لماركات البيرة محلية الصنع، هي نتيجة تجارب قام فيها جميل حداد لسنين ببيته قبل ما يتوصل للطعم المثالي. هالمكان اللي بيجمع تحت سقف واحد صديق للبيئة، معمل بيرة، مطعم وبار، تم التعاون فيه مع المهندس البيئي والصناعي زياد أبي شاكر صاحب مؤسسة سيدر انفايرمنتال الرائدة بمجال ابتكار طرق لتطوير وإعادة تدوير النفايات والعديد من المشاريع والمبادرات البيئية الناجحة. نتعرف سوا على هالمكان والكولونيل بير مع زياد أبي شاكر وجميل حداد بهالتقرير. كل مرة كنت روح أقعد وشوف إنه عم بشرب بيرة بس ما بعرف شو يعني بيرة، فحسيت إنه عن جد إنه بدي أعرف على القليل أعرف من كيف البيرة عم تنعمل. صرت أسأل، ما كنت أعرف، ما كنت لاقي أجوبة، لحديت ما صرت سافر، صرت أشتري كتب أقرأ كتب، بعدين اشتريت هوم بروكت اللي هي العدة كيف تعمل بيرة بالبيت، وهيدي موجودة كتير بيوروب. صرت أشتري كل الإنجريدينتس من برا لحديت ما رجعت ركبت عندي بمطبخي بالبيت وبلشت جرب أطبخ بيرة. أخذتني هي الخبرية تقريباً شي سنة لطلع أول مرة طلع معنا بيرة، ومشيت الخبرية. صرت كل ما سافر اشتري إنجريدينتس أطبخ بالبيت، أعزم أصحابي نعمل جازرينج، وبلشت هيك الفكرة. كل كباية بيرة بدي أسكبها لحدا، بدي فرجيها، بدي أشوف الرياكشن تبعه كيف عم يشربها هاي البيرة. وهيك تطورت الفكرة لحديت ما حسيت انه هذا هو الشيء اللي انا انه بعرف انه هذا الشيء اللي فيي اعيش معه، وقررت انه خلص بلش حضر لانقل ارجع على الباترون وين اصلا تعلقت بفكره البيره لاعمل هذا الكونسبت اللي عم تشوفوه اليوم هون، اللي هو كومبينيشن بين فكره مايكرو بروري اللي هي كرافت بير اللي هي ارتيزانال بير مع كونسبت البار اللي هو الناس بيجوا بيقعدوا يشربوا فريش بير، بيشوفوا شو عم بصير وراهم، كيف الطبخة عم تنطبخ، ومشان هيك بيقدر كل حدا يجي يعمل بير تور مع تيستينج، بيقدر يفوت على قلب البروري ويقشع كل شيء قدامه ويدوق الانجريدينتس حتى في يدوقهم. هلا رح نفوت على المايكرو بروري لفرجيكم كيف نعمل بيرة. أول شيء نحن نستعمل مولتد بارلي. مولتد بارلي هو شعير محمص، هو غير الشعير اللي الناس بتعرفه اللي هو يستعمل أكل للحيوانات. الكونسبت كله سوا هو أكيد نحن بنغلي هالشعير بيطلع منه شوغر، أكيد وأد هوبس. الهوبس هو اللي بيعطي الكاركتر، البادي كاركتر للبيرة والنكهة الموجودة فيها. نرجع نعمل كولينج. كل هذا اللي شايفينه هون هو البرو هاوس. هذا البرو هاوس هو الأربعة هن اللي بنطبخ فيهم. من بعد ما نطبخ نهار كامل نتفش البيرة على برميل من هيدول البراميل لنقدر نرجع نزيد الخميرة تتخمر هالبيرة لعشرين يوم من بعد أكيد فرمنتيشن وماتوريشن. هون بتصير عملية التعبئة، هيدول الأنانة بنعبيهم
هون بصير في تنظيف الكاكز. هدول الكاكز كنت عم خبركم عنهم اللي هن بنستعملهم للدرافت. هيدي هي القنينه. وهلا عم نعمل شامبين بوتل، بس هي بيره اكيد مش شامبين، بس بتفتح مثل الشامبين عند الحديده والطبه. عم نحط فيها different types of beer. هون الكاركتر هو حدا لابس كولونيل، بس هو من فوق بايرت، لانه الكولونيل تبعنا هو شخص بيعمل وينسر، بيعمل سيلينج، عايش على البحر. نحن بنعمل وينسر بالباترون، وانا من انا وصغير بعمل وينسر. في سبوت بالباترون اللي هو بنعمل عليه وينسر، اللي هو احلى سبوت لنا، اللي هو فيه الموج الحلو، الهواء الحلو، كل حياتنا تقريبا كنا بطفولتنا بنعيشها هونيك. هيدا سبوت اسمه كولونيل. اسم الشط كولونيل، وهيك اليوم صار اسم البيرة كولونيل. هيدي البيرة معمولة بنوعية كتير عالية، لأنه نحنا ما منحط preservatives بقلبها، ما فيها أي مواد حافظة. هيدي البيرة فريش، نحنا ما منستعمل فيها سكر، ما منستعمل فيها درا، وهذا الشيء بيعطيها كواليتي عالية، مشان هيك منقول كرافت بير او ارتيزانال بير. هلا بعرف هذا الكونسبت شوي صعب، او بعد ما كثير الناس تعودت له بلبنان، بس بعرف انه كل شارع بامريكا وباوروبا صار موجود مايكرو بروري، اللي هو بيعمل ليميتد كوانتيتي بس بيعمل هاي كواليتي بير. هون رح فرجيكم هدول الدرافت ماشينز تبعنا، هول التاورز. عندنا 4 تايبس اوف بير، اللي هن عنا جيرمان لايت. باللايت نستعمل بافاريان مولت من جيرماني، فيها 4% الكحول. عنا لاجر، تشيك لاجر اذا بدك، هي 4.7 اللي هي عم نتعبى بالقنينه عم نستعملها، هي بنستعمل فيها بيلسنر مولت. عنا هون ريد ايريش، ريد ايريش هي فيها كراميل مولت، فيها 5.2 الكحول. وعنا البلاك ايريش هي 5.9 الكحول، واللي هي مستعملين فيها روستد مولت. وتشيرز. اللي عملناه هون هو انا جبت هيدا الفكره، ما اخترعتها، جبتها على لبنان، جبت فكره المايكرو بروري حطيناها هون، خلقنا الترانسبيرنسي بين البروري والبار، وخلقنا معها الاوت دور اريا اللي هي البير جاردن. والشيء اللي ميزنا حالنا فيه انه كل هيدا الكونسبت حطيناه بستراكشر، إذا بدك as much as we can eco-friendly. تعرفت على زياد من وراء Common Friends، وزياد كان عنده الفكرة اللي هي فكرة بتعقد، فكرة الإيكو بورد، دغري انغرمت فيها، قلت له يلا زياد لازم خلص إنه هيدا هي. يعني أنا كان عندي فكرة بالأساس هي فكرة إنه بدي أعمل خشب الطبالة، هيك بلشت الفكرة معي، إنه بدي أعمر من خشب الطبالة. عشان هيك بتشوفوا كل الستركتور الموجودة هون، كل الخشب المستعمل فيه هذا خشب طبالة. فكفكناهن، شلنا المسامير منهم، زبطناهن ورجعن حطوا بنفس اللون اللي كانوا فيه. مشان هيك بتشوفوا كل وحده لونها شيء، هذا اللون الطبيعي تبعها، كله مكبوب كان بيروح ينحرق او ينتلف، نحن رجعنا جبناه، زبطناه، نظفناه. جينا زياد تشجع على المشروع، فات بفكره الايكو بورد، جمعنا الفكرتين. نديم سيوفي هو الاركيتكت اللي اذا بدك جمع افكاري مع افكار زياد، وقدر عملنا هالسبيس، يعني خوتنا مع بعض، وهيك تنفذ. شايف جميل شقفة من الإيكو بورد اللي هي تقنية نحن مخترعينها، يلي بتحول أكياس النايلون وكل شيء نفايات بلاستيكية يلي ما إلها تصنيع كلاسيكي يعني موجود بالسوق، نحن بنحولها إلى ألواح. طرح علي الفكره، قال لي انه انا عم بعمل معمل بيره صغير وحابب انه اعمله كله من مواد اعيد تدويرها. وبلشت كانت بدائيه كثير، يعني انه بس بنعمل ستركتور وبنحط عليها بنغلفها بايكو بورد. بس للوقت اللي اخذ لقدر جاب التمويل ومشي حال الملف تبع المشروع وهيك، كنا نحن عم نطور بالايكو بورد فكره الحيطان الخضراء جرين وودز. جينا قلنا له شو رايك نعمله اخضر كمان، بصير سقفه جرين روف اخضر والحيطان تبعوله جرين وودز حيطان خضراء. هلا هالالواح ركبناها بقلب شاسيه اذا بدكم،
تقريبا سميكتها بين ال 15 وال 20 سنتي وعبينيها تراب ومرقنا إيريجيشن سيستم بقلبه وصرنا نزرعها نباتات بتتحمل هالطقس ولما بتغطي للحيط يعني بدها تقريبا شي سنة هيدا الحيط ما بيعود مبين كمان رح تلعب دور عازل للحرارة بالصيف وعازل للسعة بالشتاء. بالتصميم الأساسي تبع المبنى كانت الفكرة أنه ما بدنا نكب شيء من المواد اللي بنستعملها. مثلاً بموضوع الحديد صممنا كل شيء يكون ملتيبل دو سيس لأنه الجسورة بتجي طولها 6 أمتار بقى تمان اضطر نقص ونكب إشياء منا عايزينا. عملنا ارتفاع المبنى 6 أمتار عرض المبنى 12 متر يعني 2 ضرب 6 بقى كل هالمبنى انعمل مستعملين فيه تقريبا بحدود ال 25 طن حديد ما نكب جرام. كانت الفكرة من الأساس إنه الإزاز يساعد على الإنارة بالنهار إنه منن عايزين يضووا لمبة وحدة بمساحة 370 متر مربع. بما إنه هالحيط متصل من برا ومن جوا بموضوع التربية عم نراهن إنه هالنبات يلي أصلاً هو معمول ليعيش برا منعتقد نحن أنه رح ياخد من عوامل التأس من برا تيقدر يعيش جوا. كتير هلا ناس بيقولوا لي أنه أكيد يمكن أنت أخوط قدرت جيت هيك ترك كل شيء وراك حطيت كل شيء عندك مصاري تدينت وجاي تفتح هيك شيء. بعرف بس كنت أنا بسأل سؤال بغير طريقة أنه كنت عم تخيل حالي بعد 20 سنة بركي عم خبر أولادي أو أصحابي إنه أنا كان عندي فكرة من 20 سنة أعمل مايكرو بلوري شو كان رح تكون أنا كيف رح كون كنت مع حالي. ما كان بالنسبة لإلي ما كان عندي تشويس أو إنه طريقة أفكر فيها غير إنه لقي حالي عم بعمل هيدا الشيء وإلا بكون خلص ما إلي محل بقى بالحياة حتى. شيرز شيرز. معرض جماعي بحاول إعادة اكتشاف مكان ذو أوجه مختلفة. مجموعات صور، تركيبات، أنيميشن أو تحريك بتشغل المساحة المعروفة بفيلا باراديزو واللي تم إعادة ترميمها من فترة قريبة من قبل صاحبها المهندس ريمي فغالي. هالمعرض يلي بيحمل عنوان Unsaid, Unheard, Untitled تم تنظيمه من قبل تلاميذ الماستر بتنظيم المعارض الفنية بجامعة القديس يوسف بالأشرفية بمشاركة عدد من الفنانين المحليين. فريق لمسات بيتوجه على الجميزة وتحديداً على فيلا باراديزو لاكتشاف هالمعرض. معرض Unsaid, Unheard, Untitled هو معرض بيجمع أعمال لسبع فنانين لبنانية صاعدين اشتغلنا نحن أربع أشخاص على تحضير هيدا المعرض فادي عنتر، كليمانس كوتار هاشم، شادية سماحة وأنا مارك معركش. المعرض بلشت فكرته بالتنسيق مع ليا صدناوي. الفكرة بلشت من الحميمية بالشغل، حبينا نظهر أشياء حميمة بمجتمعنا اللبناني، حبينا نكون بنقطة بين المعلن والمخفي، بين الرجولة والأنوثة، بين الأشخاص المهمشين والأشخاص اللي عايشين بسخاء. هيدا البيت فيلا باراديسو اللي نحن لقيناه المكان الأمثل لنعرض فيه هيدا الأعمال. بكل أوضة في عمل لفنان من الفنانين. عم تسمع التليفونات عم بتفن؟ مفروض تقرب وترد.
هيدا الانستوليشن لشربل سامويل عون، بتحكي عن الناس المهمشين اللي انت بتشوفهم كل يوم وبتقطع من حدهم وحتى ما بتطلع فيهم، ما بتفكر تسألهم هن شو عم بيعيشوا. شربل التقى فيهم لهالناس، سجل معهم قصة حياتهم وخبراتهم وحطهم بصوت موصول على التليفونات الموجودة وراي. هالتليفونات بترن كل شوي، انت بس ترد حدا منهم رح يخبرك قصته. عملت واحد زيك بعد واحد، عملت شو ولد، عملت كم ولد، عملت كم رجال. 2003 لأنه كتبت النص بال 2003 فكان عبالي يبقى بالبيئة تبعه، فأنا ال 2003 هو كل الأشياء اللي صارت يلي أثرت فينا كلنا. فهي على الحيطان، يعني صار تاريخنا مكلس مثل الحيطان وبيمرق التاريخ ونفسه، في ناس عم تحكي عم تقول شو عبالها بس بقلب بوكس حديد مش حدا حيسمعها غير انه صدى. ففي اصداء ناس عم تحكي وناس وجوههم عم تتكلس مثل الحيطان، وهو يعني اذا بتشوف الاحداث هي نفسها بعدهم نفسهم. الحرب على الارهاب، بس الارهاب تغير، على كل التفجيرات اللي صارت يعني هي بعدها نفسها عم تتكرر. لارا ثابت بالعمل اللي عم نشوفه هون اللي هي هالمجموعة صور فوتوغرافية بعنوان بينيلوب، راحت زارت نساء ما بتعرفون منازلهم موجودين على درج الفاندوم مرمخايل، لأنه هالمنازل هاي وهالبيوت هاي بلشت تتأكل مثل ما حياتها الأشخاص هيدول اللي هن النساء من عمر معين عم تتلاشى شوي شوي، وقعدت معهم على فنجان قهوة وفتحت معهم أحاديث حميمية، يعني خبرتهم وخبروه عن أخبارهم وخلقت بهالطريقة علاقة معينة بينه وبينهم. مشان هيك نحن حبينا نعرض الصور على طاولة السفرة. هالقصص القديمة اللي كانت موجودة وبطلت، في كتير أمور بتذكرنا فيها وبتذكرنا بوجودها، مثل ما هالفيديو هاي عم بتذكرنا بوجود هالشخص اللي هو منه موجود هلأ بيناتنا، بس هو بنفس الوقت موجود وعم نشرب معه فنجان قهوة. حقيقة أنا كتير حبيت اسم باراديزو، اسم المكان هيدا، لأنه حسيت أنه كلمة باراديزو كتير بتذكر أنا فكرتي اللي هي السماء اللي اشتغلتها من 4 سنين، وكان موضوع المراقبة في السماء. هون الموضوع هو بيكنيك في السماء، وحبيت فرجي بهيدا العمل أنه كيف نحن قاعدين هون بهيدا السماء بهيدي الجنة، اللي حطيت فيترين إزاز، حطيت جوا لوحة لماني، وحبيت فرجي كيف في مكتب موجود جوات هيدي الفيترين، سميته مكتب السماء. حطيت بهيدا المطرح مراية من تبعول الشارع، المراقبة انتقلت للجنة وصارت الجنة ساحة صراعات اللي عم بتصير بين الشمال والجنوب. هيدي كاميرا جورج عودة عم تسترق النظر على الداخل اللي بيناموا وبيعيشوا فيه العمال الأجانب. نحن هلأ فتنا على العالم تبع العمال الأجانب، رحنا محل معينا عادة ما بتشوفهم وين هن، محل اللي بيناموا فيه وبيأكلوا فيه وبيشربوا وبيناموا مع بعضهم وبيكونوا كتار، وين حميميتهم بتبين بس ما بتكون محترمة، لأن ما في حواجز بينهم وبين الآخر، كله مع بعض. كل شخص بيفوت لهون بظن أنه بيطلع مع تساؤلات كتيرة عن مجتمعنا، بتمنى أنه هو يكون عم بيفكر ليلاقي له جواب بوقت من الأوقات. الأعمال ساعدته، عطيته مفتاح، وبعدين الشغل عليه. أسلوب فني مميز وفريد
يمنى سابا مؤدية ملحنة وكاتبة لبنانية. بعد احترافها الموسيقى الغربية تخصصت بالموسيقى الشرقية وركزت على آلة العود. خليط شرقي غربي بتمزج فيه بين أسلوبين موسيقيين مختلفين من خلال آلتين الجيتار والعود. فريق لمسات بيتوجه على استوديو مصمم ومهندس الصوت فادي طبال للتعرف على يمنى سابا وألبوم جديد نجوم. مش حقي اطلع هيك عالقصايد بعيون. بلشت القصة أكيد من كتير زمان، إنه كنت حب غني وأهلي عايتولي لغني للضيوف اتسترا اتسترا. بعدين فترة كنت هاي بركي أهلي ما لازم يسمعوا، كنت أهرب من البيت مع الجيتار وروح غني ببابز، غني كوفرز كنت. تطلع براسي وتطلع برني. بعدين في نهار 2006 كان في معرض بالارت لونج، وفي وحده رفيقتي كانت من الناس اللي عارضين هونيك، وكانوا عاملين اوبن مايك نايت قبل بشي 5 ايام من المعرض من الحفله. يعني بتقلي انه اوكي قبلوا الاورجنايزرز كله تمام، بس بليز بدك تدقي اشياء اوريجينالز لإلك. تلاقي اكيد ما في مشكل هيدا، سكرت التليفون معه. بعدين هيك انه لا ما في اوريجينالز، شو بدنا نعمل؟ ايه، وخمسة ايام ودراما وبانيك وبلغي ما بلغي وهيدا. قعدت قلت يلا شو عندي اخسر، خليني اجرب اكتب. وهون كتبت اول غنيتين لالي. عبال هتغني هلا بنفس السنة وقتها صارت حرب 2006، وهيك من بعد ما خلصت الحرب بتعرف على فادي طبال. وقتها تعرفت عليه وسمعته شوي هيك شو بعمل، وتحمس معي، وهو كمان موسيقي، فقعدنا نشتغل سوا. بعدين في نهار قال لي لك شو رأيك نسجل كل شيء عملتي؟ ايه اوكي يلا نسجل. وهون سجلنا من عفش البيت اللي هو اول سي دي. ما كنت بعرف شيء، كنت مفكرة انه هاي هي، الواحد بيكتب كم غنية بيشوف شو عم بحس بيترجمها بالموسيقى وبالكلام. يعني ما كان في ريفليكسيون على الموضوع ابدا، كان بس انه يلا ماشي نجرب اشياء. وكان استعملنا كتير توي انسترومنتس بالبروسيس، يعني لانه ما كان عندي، يعني ماني متمكنة من آلة الجيتار، ماني متمكنة من ولا آلة. كان في هيدي في غنية كانت بيست على باترن عليها، غنية موجودة على من عفش البيت أول تراك. هلأ ليه غنيت الجرة؟ لأن كان في جرة كنا ندق عليها، ما بعرف وينها، كسرتها مرة، كسرتها بكونسرت. هول كلهم كانوا اختصاص فادي كان يتسلى فيهم. في غنية اسمك كانت على هاي. مش حقي غني هاي، قعدت اشتغل على الثاني سي دي هالبنت عبالة تغني. كان شوي هون انه بلشت اتقدم اكثر موسيقيا. رجعت تسجلت بالجامعه ميوزيكولوجي لنمي ثقافتي الموسيقيه. نفس الوقت كنت عم باخد ايقاع مع ووك اباوت درام سيركل. بعدين سمعوا فادي قال لي يلا نسجله بالاستوديو عنضيف ونطلع. بال 2012 انقبلت ب هو بروجرام عاملينه بانج اون كان والسفاره الامريكيه. وهونيك تعرفت، اوكي تعرفت على كثير موسيقيه، بس اكثر شخصين كنت قريبه منهم هي الكوريه كيونغ سو بارك، هي عازفه كاياغوم اللي هي آله تقليديه كوريه، وبيوتر كوريك هو مؤلف بولوني وبيعزف على الانالوج سينثيسايزرز. فكان في هيدا الترانجل اللي
كانوا يسمونها The Love Triangle بأمريكا، بس كان في هيدا الترانجل كنا عم نشتغل على أساسه. بهالسنة كيونغ سو بتتصل فينا بيوترو أنا وبتقلنا أنه في opening بريزيدنسي بكوريا، وصيفية الماضي بسبتمبر الماضي 2013 رحت على كوريا لثلاث أشهر مع الريزيدنسي. ثلاث أشهر بكوريا بمحل منفي مثل المحل اللي كنا فيه، أنه إلا ما الواحد يضطر يعمل شيء كرياتيف، يعمل يخلق شيء. وهون بلشت أكتب الأغاني اللي طلعوا السي دي نجوم. نجوم فكرة بلشت من شي سنتين، كنت سايقة عشية طالعة البيت وكنت عم فكر، ذكرت كور الفيزيك من المدرسة وقت خبرونا خبرية عملت لي شوك نفسي، انه كيف النجمة معقولة تكون مطفية بس نحنا بقنا عم نشوفها مضوية بالسماء. وعصبت انه كيف هيك عايشين بإلوجن، انه النجمة بعدها مضوية وهي مطفية. وبعدها هيك عادت انه لقيتها انه عندها رمزية لكتير اشياء بالحياة، وكان عندها رمزية لشي معين بحياتي انا. فوقتها كتبت غنية اسمها نجوم ولعبناها كذا مرة لايف بالكونسرت وهيك، وحطيتها على جنب وقطع كل شيء. بعدين من بعد ما رجعت كنت عم برجع اسمع كل الاغاني اللي عملتهم بكوريا، كنت بعدني هون يعني وعم بشتغل عليهم، لاحظت انه كل وحده من الاغاني فيها جزء من غنية نجوم، يعني كانه مسكت الغنية وفرفطتها على خمس اغاني، في تسلسل بالاحداث اللي خلتني اكتب هالاغاني. فقلت خليني اشتغل على اساس ستوري تيلينج، على اساس وان ناريتيف ماشي من الاول للاخر. كان اسمه السي دي شيء مختلف، كان بدي اسميه شيء غير، بعدين لاحظت انه في علاقه كثير قويه ولازم اسميه نجوم. هو حق التجارب بالاخر، بجرب قد ما بدي بس ما يكون في ضغط انه في فان بيس عظيمه وفي ناس ملحقين وفي برودكشن هاوس وراي ومدري شو، انه هون شوي بيسهل هالشيء انه اخذ راحتي بكل شيء، وهذا اساسي للكرياتيف بروسس. الموسيقى اللي بعملها رايقه، اكوستيك، ما في اصوات صاخبه، ما في شيء عنيف، ما في رساله سياسيه او رساله اجتماعيه، في بس انا بموسيقتي يعني. ثلاث مراحل من حياة الفنان والمصور جان بيير واتشي بعمر العشرين بزمن ازدهار بيروت ببداية السبعينات، بعمر الأربعين بالمرحلة ما بعد الحرب والدمار، واليوم بعمر الستين سنة. أسواق بيروت 1973-1976 وأطلال، مجموعات بتمثل ثلاث أجيال، ثلاث وقائع ونافذة للزمن الحالي لعيش وتذكر هاللحظات. هالفنان يلي بيجمع بين مواهب عديدة من التصوير للإخراج والتحريك، تابع دراسته بهالمجالات، متنقل من بيروت، لندن وباريس. فريق لمسات بيتوجه على بلان بي لاكتشاف معرض صور جان بيير واتشي جديد. هالصورة قهوة الإزاز، وقتها كنت عم بتمشى مع الكاميرا تأخذ افكار عن الاسواق وترجع اشتغل عنه عليهم تحدي الفيلم تبعي، واخذت الصوره وانا عم بمشي. البساطه البساطه ويا عيني البساطه، هيدي ماخوذه بساحه البرج، كان في جو حلو وحياه. لما بتطلع هالصورة فكر انه محو المنطقة كلها،
زيت شي عم بكفي سنة بعد سنة. كل سواها وديكي ما بقاش فيهم شي منه، بس هالسواها الجيل الجديد بيقدر يعرف وين كان محلها. في هالبناية بناية الجنرالي بعدها بساحة النجمة، وهالكنيسة بعدها هون لأنه خلوها وسووها بعد الحرب، هيدي شلوها. وبهالمحل عايدنا اليمين في الأثارات الرومانية، بيكن عنده كاميرا وعرضني إياها، بلشت صور فيها. ليسا إنه ما كنت ناوي أخذ هالصور. بسنة 71 كان في على التلفزيون اللبناني مشروع أفلام شجعوا الشبيبة اللي بدهم يعملوا فلومة، ووقتها عملت فيلم عن الأسواق، ما غيت على الشاشة على التلفزيون اللبنانية. وبعدين كنت لعبالي أعمل أفلام، رحت على لندن بمدرسة تتعلم الفلومة. قبل ما سافر أخذت هالصور كروبيراج تعرف شو رح أعمل لما رح أعمل الفيلم. كنت لعبالي أعمل فيلم طويل عن الأسواق. أخذت صور مرتين، مرة بثلاثة وسبعين وبعد دروسي بستة وسبعين، ويومين أو ثلاثة بعدين انسكروا على طول. بعد ما بلش الحرب لمدة 10 سنين ما أخذت ولا صورة أبدا، لأنه بعد اللي صار للبلد ما كنت أقدر أطلع على صورة كاملة وأفهم إنه صورة تكون كاملة. بستة وثمانين فهمت إنه الصورة تقدر تنقشع مشقوشة وشقف. بلشت ارجع اعمل صور بستة وثمانين، وكل ما اتنقل من محل لمحل كنت اخذ صور وافقعهم مثل ما محو كل المادة تبعي، كنت امحى كل شيء على طريقي، عم بهدم كل شيء. ولحديت هلا كل صوري مشقفين، ما في عندي ولا صورة كاملة. ب95 كنت عم بشتغل على سيري اسمها فيو مناظر، وكنت ناوي اخذ منظر عن بيروت. وقتها كان بلشوا باول مشروع ببيروت بناية العزرية، طلعت على البناية واخذت هالصورة، وهي صورة 360 درجة. وقتها سنة 95 كان باقي بس البناية اللي حاليا صارت فيرجن، وهي كانت سينما أوبرا، وكله حواليها هدموا. كانوا عم بيساووا الجران سيراي هون، هيدي ساحة رياض الصلح، والرينج كان هون، لأنه الرينج كان من قبل الحرب. في كتير ناس ماتوا على الرينج من وراء الناس اللي كانوا ببرج المور. برج المور بعده هون. جاء بهالفكرة مسيو أنتوان سفير، قال لي أسكن عملنا كتاب بينفتح وبيتفكر محل ما بدنا، الناس رح تقدر تطلع على محل اللي بدها اياه، على المدينة كيف كانت بعد الحرب.
من وجهة سياحية لوجهة فنية أيضاً، بيروت بتلعب دور جديد بالنسخة الخامسة لمعرض بيروت أرت فير اللي بيجمع بمكان واحد بالبيال 47 صالة عرض من 14 بلد مختلف. هالمعرض يلي فرض نفسه على الساحة الفنية المحلية والدولية بتنظمه منصة أرت بمحاولة لنقل صدى الواقع الفني بمنطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، جنوب وجنوب شرق آسيا. جولة لفريق لمسات مع المنظمين على أقسام مختلفة من بيروت أرت فير بيتخللها وقفة بجناح الهندي من تنسيق فابريس بوستو واللي بيتمحور حول موضوع عجلة دارما. Beirut Art Fair est une manifestation relativement atypique, dans le sens où c'est une des rares fois véritablement dédiée à une région, à un territoire qui s'appelle le MENASA, Middle East, North Africa, South and Southeast Asia. L'idée est avant tout de mettre en avant cette création considérée comme émergente, même s'il ne s'agit pas de pays émergents. L'Asie du Sud n'est plus un pays émergent économique, le Moyen-Orient est loin d'être un pays émergent d'un point de vue économique. Malheureusement, les économistes ont tendance à les appeler émergents. Donc Beirut Art Fair est une manifestation dédiée aux artistes de ces régions. Et nous avons pour but de donner le plus de visibilité possible aux artistes modernes et contemporains de ces territoires. La particularité de Beirut Art Fair, c'est avant tout d'être attaché donc à une notion de territoire ou de région. En gros, un territoire qui s'étend de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire du Maroc, pour aller jusqu'à l'Indonésie et la Malaisie. Et ce qui est intéressant aussi au sein de Beirut Art Fair, c'est que les galeries viennent du monde entier. Nous avons des galeries de New York, nous avons des galeries européennes, françaises, du Moyen-Orient, d'Abu Dhabi, de Dubaï. Et elles doivent toutes présenter des artistes de la région. Ce qui est important pour nous, par contre, c'est qu'elles défendent les artistes donc, du MENASA. Il y a une histoire commune entre toutes ces régions. Si on retourne un petit peu en arrière, c'est celle de la colonisation qui se retrouve dès la fin du 19e siècle sur quasiment toutes les régions du MENASA. Et par la suite, il y a aussi une double histoire commune, c'est celle de la décolonisation. Donc l'arrivée d'un art occidental qu'il a fallu apprendre et maîtriser correctement. Et puis, avec les périodes d'indépendance, la volonté d'utiliser ces techniques artistiques occidentales pour avoir nos propres sujets, pour avoir les propres thématiques, possibilités d'expression via ces techniques ramenées par l'Occident. Nous sommes une foire hybride, ce qui veut dire qu'au minimum, un tiers de la manifeste de la foire en question est dédié à des espaces non-profit. Tous les ans, nous essayons de faire découvrir un nouveau pays ou un autre territoire du MENASA. Cette année, nous avons donc ouvert nos portes à l'Inde. L'Inde est notre pays à l'honneur, avec un pavillon intitulé « Small Art is Beautiful, Dharma ». Fabrice Bousteau, c'est le curateur de cette exposition. L'histoire de Fabrice Bousteau avec l'art indien a commencé il y a 15 ans, quand il a fait son premier voyage en Inde. Il est fasciné par le pays, il était déjà très sensible à la philosophie indienne. Aujourd'hui, il part de l'Inde comme son deuxième pays et il a vraiment contribué à la découverte de plusieurs artistes indiens. L'exposition s'appelle « Small Art is Beautiful, Dharma ». Avant tout, c'est une exposition d'œuvres exclusivement de petit format, d'où Small Art is Beautiful. C'est à la fois une référence sur la taille de l'œuvre, son format, mais aussi sur la symbolique du petit, le travail minutieux. Dharma, c'est le mot hindou qui signifie la roue de la vie. C'est un cheminement précis pour arriver au nirvana et pour arriver à la sérénité. C'est une leçon de vie qui nous apprend que les choses toutes petites, mais aussi les choses très grandes, font partie d'un ensemble. Et il nous faut de tout pour être heureux, avancer dans la vie. C'est un petit peu l'effet papillon. C'est-à-dire qu'un battement des ailes de papillon ici peut créer un typhon plus loin sur la planète. Cette exposition, Small Art is Beautiful, Dharma,
présente 15 artistes de la scène contemporaine indienne et 42 œuvres sur des thématiques, des problématiques différentes. Alors, on a ici deux pièces de Ravinder Reddy. Ce sont des sculptures inspirées par la tradition de la sculpture indienne, mais également par la tradition de la sculpture de l'Égypte antique. Il ajoute une sensibilité pop inspirée d'Andy Warhol, de Niki de Saint-Phalle, entre autres artistes. C'est bien sûr une ode à la femme indienne, mais à la beauté universelle, puisque les références historiques, mythologiques et artistiques de ces statuettes ont une portée géographique et historique beaucoup plus universelle. Je vous présente une œuvre de l'artiste Shilpa Gupta, qui est l'une des artistes les plus engagées de sa génération. Elle crée ici un multiple qui reconstitue un couteau traditionnel indien qui est composé de deux parties, l'une fabriquée au Pakistan et l'une en Inde. C'est un couteau qui ne peut donc plus être réalisé aujourd'hui depuis la partition difficile et douloureuse de l'Inde et du Pakistan en 1947. Elle a donc retrouvé des artisans à la fois pakistanais et à la fois indiens. Elle fait importer les différents morceaux chez elle à Mumbai, en passant par un pays tiers parce que l'exportation entre le Pakistan et l'Inde est aujourd'hui extrêmement difficile. Et elle reconstitue ce couteau traditionnel dans son atelier de Mumbai. Et elle le découpe ensuite pour montrer symboliquement la violence des conflits ethniques et communautaires dans son sous-continent indien. L'art indien aujourd'hui, c'est en pleine évolution. C'est un petit peu des choses qu'on a trouvées en commun sur la scène libanaise. Il a le même dynamisme. Et on trouve que des pays qui ont eu un passé très riche, aussi bien en art qu'en mixité, en une influence différente, continuent à influencer le travail des artistes contemporains. هالسنة اللي صار نحن وسعنا ديزاين كورنر مثل ما بنعرف ديزاين كورنر واللبنانية شغلهم عم بينعرض all over the world هالسنة قررنا نجمعهم ونحطهم ببيروت آرت فير هذا اللي كمان عطى بوش كتير قوي كمان لبيروت آرت فير يعني صار في أفكار جديدة وناس جديدة فاتت على بيروت آرت فير هالسنة هذا اللي كمان قويها وحسنها بعتقد بلبنان هلا كثير صارت متطوره الديزاين سين والارت سين صرت احس انه في ناس لما اعمل اكزيبيشن برا they already respect the Lebanese designer وناس عم يعملوا امباكت بكل الاكزيبيشنز اللي هلا عم تصير برا سو ما بحس الواحد حاله هلا عم يعمل انتروداكشن كثير اكستنسيف ليقول انه انا جاي من لبنان وين لبنان بالبيروت ارت فير I was curated by Philippe Tetriac he's a design critic سو هو اللي نقى البيسز كتب كلمة صغيرة عني يعني حس فيها sensitivity حس بنفس الوقت انه فيها شوية sadomaso ديزاين بس انا ما التقت فيه شخصيا للصراحة بعد بيروت ارت فير هي opportunity كانت كتير كبيرة لإلي هو اللي رح يخلي الناس اللي usually ما بتتابع الديزاين سين دغري مع الوقت بصيروا يعرفوا عني ويشوفوا شغلي À la base, nous sommes une galerie d'antiquités. Et puis bon, il fallait bien suivre la tendance. Donc, on s'est mis à l'art contemporain. J'ai eu envie de lancer des jeunes artistes libanais, des jeunes talents. Et donc, je suis devenue leur galeriste. J'ai Naila Gabriel qui fait les arbres, les sculptures d'arbres. J'ai Hadi Boydoun pour les sculptures en bois, les photos, les bons jus. C'est assez nouveau finalement, c'est ma première exposition hors de ma galerie en fait. Et donc ça c'est la première fois que je participe à une exposition plus large et plus ouverte à tout public. J'ai été très très vite tentée de participer à Beyrouth Art Fair. Pour moi c'était important parce que je considère que c'est un très bon niveau pour le Liban, qu'il y a même des galeries internationales, il y a les belles galeries libanaises. C'est le niveau qui m'a attirée. On a une galerie basée à Shanghai qui s'appelle Alan Six. Alors le concept de la galerie est un peu différent d'une galerie traditionnelle dans le sens qu'on a des ateliers d'artistes mais aussi des salles d'exposition. C'est une galerie qui est gérée par des artistes. Toute la production, tout ce que vous voyez, ce ne sont pas des œuvres qu'on va piocher dans les ateliers d'artistes, on les fabrique nous. C'est-à-dire que la galerie Alan Six est un producteur d'art
On finance les artistes pour qu'ils viennent produire les œuvres chez nous. Je pense que tout le monde est attiré de voir Beyrouth et le Liban en général. Le fait qu'il y ait une grande foire, ça nous aide. On a entendu parler de la foire à Istanbul. On a fait la foire d'Istanbul l'année dernière et tout le monde nous a dit plein de choses bien de la foire de Beyrouth. Donc on s'est dit que cette année, on allait faire Beyrouth. بيروت ارت فير صارت محطه اذا فينا نقول عالميه للمحيط اللي حوالينا يقدروا يجوا ويشوفوا ويشاركوا وقدرنا نوجد بيروت على الخارطه الفنيه بالعالم وهذا شيء كثير مهم لانه بيروت هي اساسا هي التالنتس هي من هون عم ينطلقوا وعم بيطلعوا لبرا وعم بيعرضوا اشغالهم والعالم الخارجي عم بيستفيد بس هلا قررنا نجيب نرجع على لبنان ونعملها بيروت هي الاساس للاعمال الفنيه اللي عم تنعمل حلقتنا انتهت لليوم لقاءنا الاسبوع المقبل بنفس الوقت على شاشه تلفزيون مستقبل اكيد انطرونا